الكونكلوجن هو ان الاربعه ادويه تكتب كل واحد الانتراكلي الاوكيلر بريشر واللايت ريفل صار له مدريسز او مايوسز او نورمال وتكتب كم ملي وتشوف التورش ريفلكس هل صار كان نورمال او ابنورمال. ابنورمال اذا ما استجاب، نورمال اذا استجاب وصار ريسبونس. الكوتون وول حق الكورنير ريفلكس اذا سوى رمش او بلينكينج اوف ذا اي معناته الكورنير ريفلكس ريسبونس اور نورمال، واذا ما استجاب معناته اب نورمال. كلها في التجربه هذه الكورنير ريسبونس كان نورمال.